مثلا المزيار وتشكر الاخوان ناظور سيتي دواسيت نسن راردو سينا الحسيمة حمد فينا تقن التغطية المهرجان الأول النسخين الأولى قي اي تيسفو علي قي جماعة اي تيسفو علي يوقع عن بتنسيق جماعة اي تيسفو علي ذا جمعية تيفاوين وجمعية تامونت. صراحة المهرجان وانتي ريجا ديج نتاع جيث حابيز قومي رقطانا لأنه ديج الصورة من صور الترافع ومن صور البحث عن فرص لضمان إشعاع للمنطقة. هذه الصور ميز تزخر المنطقة من غاصة المنطقة والشعار نكسي المهرجان من أجل استثمار المؤهلات المحلية في لرسم تنمية مستدامة للمنطقة. المهرجان التي يريد جاغ صراحة أبوكم من يجيني تعجيث خربيز قومي ذا نغتراوات قرع خرنا ولكن الفرصة يثني تي ذو سيد أحمد فينا تنصف حيز الوجود المساهمة أبوكم من الجمعيات الجماعة وكذلك مجموعة من الفاعلين إقليميين ومحليين سلطات إقليمية وسلطات محلية جمعيات مدنية والخواص كل في مجال اشتغاله. الهدف زي المهرجان وانتي هو التعريف منطقة جماعة إيتيسو علي جماعة إيتيسو علي نجانيج جماعة فتية نجانيج جماعة غاس موقع استراتيجي موقع يقع جاندنين المجالات حضرية جماعة إمزورن وجماعة أجدير جماعة تطل على شريط ساحلي يمتد على 7 كيلومترات جماعة تتوفر على مطار جماعة تتوفر على نواة جامعية جماعة تتوفر على مؤهلات بشكل عام تؤهلها لتكون من بين الجماعات التي تلعب دولا رياديا على مستوى إقليم حسيمة. سيكون لا محالة هذه المحطة للمهرجان ستكون محطة للتلاقح مجموعة من الأفكار لالتقاء مجموعة من الآراء. المعرضة ونيتي أكسيرين فقرات متنوعة رياضية وثقافية وترفيهية أكسيري معرض تقليدي طيلة أيام 5 6 7 8 9 أكسيري إجن سباق للعدو الريفي أكسيري إجن سباق للدراجات أكسيري كذلك ندوة علمية مهمة ستعقد بكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة حول سياسات العمومية بإقليم الحسيمة مدخل لنقاش رهان المستقبل التنموي للمنطقة. كيفكم نزيه النتي رئيسة ناث التعاون لإخلاص الملابس الأطفال والديكور المنزلي نشكر ناث بعد أول نشك المعرض النقيب وكدارا نشكر بعد أول حاجة المنظمة اللي نظم المعرضة وبالخصوص السيد العميل زعما الصراحه يشرفنا نهار يوسف يفتتح المعرض للوفد الكيس ديوسين. نتشكر ايضا السي عبد الحق امغار اللي نضمن المعرضه راه نتا كلشي نتشكر المساهمين اي واحد زاكس النساء من قال المعرضه وانيتي حباش لان انا تشجع التعاونيه تاع حباش حتى ان شاء الله انزز المنتوج نغران شنين والمهم هو المشاركه سلام بيدانتيني وداني راه يجي المعرض دا سبحان بزاف واللي مره ثانيه نتشكر السيد العامل نتيجه عن التعاونيات نتيجه عن المجتمع المدني تبدا كيد سنت نتشكرت بزاف ونشكر اي واحد يساهم قال المعرضه وانيتي سواء من قريب ولا من بعيد ونشكر السلطه المحليه نبد خمانايا ونشكرت بزاف لانني ثني صراحه يعني بدري كنغجو بدي ما شاء الله نشكرت نزل بين براء ونشكر اي واحد يساهم قال المعرضه وانيتي واللي زعما رجعنا الفرصه نشكر المعرضه وانيتي. المرابط رئيسه تعاون الوفاه للانتاج والتسويق الملابس الجاهزه كي ام زورن انا راضي نشرف مغا كتعاونيه نسيد نحضى المهرجان انتفاوين كي سيدي بوحفيف. صراحه راه توحشي الانشطه يا ثانيتي من بعد الازمه الكوفيد 19 كي جاني راه حبسانا راه ماني الا ما نسيدش الفرص غابره ويعني نحطا كي تجي هنا كي شي يعني شي معارض وطنيه ولكن كاقليم الحسيمة صراحه نهارا ديج نفرح دماغ بزاف وان شاء الله نتمنى التوفيق التيسير خاصقاني المنظمين كي جان كرفنس المهرجان وانيتي وكذلك نتمنى
التسير التوفيقي التعاونية الإقليم حسيمة صراحة تيديش مبادرات تصبحان وأكثر يعني عجبنا غير حالهم إذا نغشر في سيد العامل إجا الممثل صاحب الجلالة عن عن, عن, عن تدي الحسيمة يعني يانو يانو غير جن تشجيعات يانو يانو يجن تحفيز باش تفعل ونشجع من ناحية المنتوجات من ناحية نحتفظ خطورات النغناريف إكي جن دائما خصنا غادي نصدها منسق جمعية التموند لا لا غاديش الافتتاح عندي يبو كيدان مركز سيدي ابو عفيف الافتتاح حش في نص ديك السيد عامل اقليم الحزيمة والمريض ديك فقرات متنوعة غايرين زين عن 5 حتى عن 9 يوليو ان شاء الله ونتمنى غادي كل شيء مليح ان شاء الله ومرحبا الجميع الحاضرين كاينين انتيك المريض وانتيك.